الحديث اعتقد دلوقتي الابرز على الساحه الرياضيه هو ملف فيتوريا وملف المنتخب. احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ فيتوريا كنا بنسمع امبارح وقلنا لحضراتكم في اجتماع بعد فتره الهواء سريعا، هيكون بعد تقريبا كان الاجتماع امبارح بعد الهواء بساعتين حاجه زي كده، قلنا لحضراتكم هيتم حسم فيها موقف فيتوريا. الراي العام كان ان فيتوريا لازم يرحل، الناس كلها تقريبا بنسبه 99.9% قال لك فيتوريا لازم يرحل. لو حضراتكم دخلتوا على تويتر تحديدا وكتبتوا إقالة فيتوريا هتلاقوا ان 99% الناس قالت لك اختيار كان غير موفق من البدايه واحنا مش عايزين فيتوريا يكمل معانا. والواحد في المية الناقص كان فيتوريا نفسه، كان فيتوريا تقريبا نفسه والعيله يعني. المشكله ان مش قصتنا كانت او الملف الابرز هو فيتوريا ماشي ولا فيتوريا قاعد. خلاص فيتوريا مشي، فيتوريا هيمشي، بس هي القصه بقى الاصعب لما فيتوريا يمشي هيمشي ازاي؟ هندفع قد ايه؟ وهيجي مين مكانه؟ وقال لما نجيب حد تاني مكانه هيتم تكرار نفس الاخطاء بنفس المشاكل بنفس كل حاجه بنفس السيناريوهات. بس خلي بالك من حاجه يا كريم، انا لما بمشي في طريق بنفس التكنيك هوصل لنفس النتيجه. اوعى حد يفتكر ان مثلا، هديك مثال بسيط جدا، انا دلوقتي عايزه اروح اسكندريه، كل ما اجي اروح المحطه اركب قطر اسوان، ما هروح اسوان. انا عايزه اروح اسكندريه، فاغير بقى المحطه يمكن توديني اسكندريه، اغير القطر يمكن يوديني اسكندريه. فهو ده الكلام، انا ماشي بنفس النهج هاخد نفس النتيجه، فاللي عايز نتيجه مختلفه يمشي بنهج مختلف. هي دي النقطة، احنا ماشيين بنفس النهج الحمد لله، ماشيين على صور حلوة. كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست، اختيار غير موفق، اختيار غير مدروس. بعد كده احنا كشعب، على فكرة انا هعترف انا كنت من الناس اللي دعم بشكل كبير جدا روي فيتوريا، لو انت فاكر كنت بقول لك انا متفائلة بالراجل، وحتى لو ما دربش منتخبات الراجل ده املنا فيه كبير والكلام ده كله. بس للأسف الشديد على الأرض الكلام ده مش موجود أصلا. وهنكلم حضراتكم على فكره بالارقام، وهنتكلم بكل شيء، وهنتكلم عن التصريحات بتاعته اللي انا شفتها برضو يعني ملهاش اي اساس من اللي بيعرف. انت لما تصرح حاجات معينه واحنا في حاجه تانية خالص، يا حد يجي يكلمك في موضوع انت تخش له في موضوع تاني خالص، ففي لخبطه في تخبط. بس على كل حال النتيجه النهائيه ان حضرتك دفعت رقم كبير جدا 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 كشرط جزائي عشان الراجل ده يرحل. مين بقى اللي جاي ده هنتكلم فيه كتير، وطبعا من دلوقتي الاسماء عماله يتم طرحها، وقال لك واحد برازيلي، لا واحد مش عارف منين، لا واحد افريقي. ما علينا دلوقتي ده مش وقته، بس اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان احنا في ازمه حقيقيه ونتمنى يكون في حلول يعني، او نتمنى يكون في كلام يطمنا شويه، لان طبعا اللي بيحصل ده صعب جدا. مش كل شويه احنا كجماهير مصريه اللي بندفع ثمن اختيارات خاطئه خاطئه غير مدروسه. وباي ذا واي او بالمناسبه، حتى الاختيارات اللي كانت في بعض الاحيان، وهتكلم عن العام الماضي لما انت جبت ثلاثه مديرين فنيين وكل واحد على فكره كان لو اخذ فرصه ربما كان عمل حاجه. في ظلم حصل يا كريم النسخه اللي فاتت العام الماضي، في كان عدم ثقه عدم احترام الى حد ما برضو للمديرين الفنيين المحليين. الشكل اللي جم بيه والشكل اللي مشوا بيه كانوا سيئين جدا يعني. خلينا نتكلم بقى بصراحه دلوقتي، ان انا انت فاكر انا وانت في بدايه الموسم قلنا ايه؟ قلنا احنا مش هنحاسب، قلنا احنا مش هنتكلم. وعلى فكره وكان الصح ان انت تدي فرصه للي قدامك، شوف هيعمل ايه، شوف للنهايه اخر اللي قدامك ايه وبعدين خد اكشن. احنا بنتكلم في كده دلوقتي. لو حضراتكم تابعتونا في 10 الصبح تحديدا، انا بتكلم لان انا مسؤول عن البرنامج ده انا وكريم، احنا ما كناش بنحاسب فيتوريا على اي حاجه، وعمرنا ما انتقدنا فيتوريا. احنا كنا بنقول هننتظر للنهايه، يمكن في حاجه احنا مش شايفينها، يمكن في حاجه احنا مش حاسينها، بس احنا ما كناش يعني بنحاسب. بس لدينا جينا في الاخر وحاسبنا جامد جدا، حاسبنا جامد ودفعنا ثمن العك اللي كان حاصل في الملف ده الحقيقه طول السنين اللي فاتت. واحنا مش بنتكلم على فتره قصيره، بنتكلم على سنوات. وعلى فكره ناس كتير جدا من الجمهور يعني كانوا مستفزين كل الاستفزاز لما يعني صدر او ظهر للنور بيان الاعتذار من اتحاد الكوره، وقال لك اعتذار ايه؟ وانا خبطتك في كتفك وبقول لك انا اسف؟ ده احنا بنتكلم على منتخب مصر، ودي حقيقه طبعا بطبيعه الحال. هنكمل كلامنا في هذا الملف بالزبط اكيد لاحقا، ولكن في البدايه خلونا بدايه كده بس نعرفكم ان الساعه الثانيه هيكون عندنا فيها كالعاده فقرتين حواريتين، الفقره الاولى عن الرمايه وهينورنا فيها بطل العالم عمر كمال، وفقره الثانيه هتكون فقره كرويه بحته مع الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. عوده بقى لحديث الساعه، وبرضه عشان يعني كملنا لكل حضراتكم تفاصيل هذا الخبر، تم بالفعل بالامس اعلان مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علام اقاله البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الاول من منصبه. تم ابلاغ فيتوريا بقرار الاقاله خلال جلسه مع المسؤولين في اتحاد الكوره لانهاء الامور الماليه الخاصه بفيتوريا والمساعدين وتسديد الشرط الجزائي.
فيتوريا كان تولى قيادة المنتخب في يوليو من العام قبل الماضي، وكان طبعا مع المنتخب يعني الوضع مرحلة ما قبل أمم إفريقيا ممكن يبقى فيه كلام، لكن مع بداية وانطلاق فعاليات أمم إفريقيا احنا شفنا ما لم يرضينا بأي حال من الأحوال. منتخبنا أخفق تماما في تحقيق أي انتصار يذكر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، ده اللي أثار طبعا غضب الجماهير في كل مكان. النتائج كانت دون المستوى، منتخب مصر تأهل لدور ال 16 وصيفا في مجموعته برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات خلف منتخب الرأس الأخضر اللي طبعا تأهل وقتها ب7 نقاط، وودع بالتالي منتخبنا منافسات البطولة من الدور ال 16 بركلات الترجيح ضد الكونغو بعد ما تعادلنا معهم بنتيجة 1-1.